السلام عليكم، معكم نجيب حجوبي، مستشار تجاري ديال شركة يا ملكي، اللي مكلفة بمشروع أملاك البرنوصي اللي حنا اليوم كنتواجدوا فيه. هذا مشروع سكن اقتصادي، الثمن ديال الديور ديالو 25 مليون، يعني 250 ألف درهم. بالنسبة للشطر الأول اللي هو أول شطر بدينا به، سلمناه وناس ساكنين في الديور ديالهم، وحنا دابا كنوجدوا الشطر الثاني اللي هو شطر متميز وفيه مجموعه من المرافق اللي كيحتاجها اي انسان تكون حداه. عندنا مسجد، كاين عندنا مدرسه ابتدائيه اللي هي جاهزه كتنتظر فقط التاشيره ديال الوزارات الوصيه باش تبدا. كاين عندنا مارشي، سوق نموذجي فريد من نوعه. كاين عندنا كذلك المسجد، حتى هو قريبا غادي يتفتتح ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا دابا كيف قلت لكم غنبداو التسليم ديال الشطر الثاني في القريب العاجل ان شاء الله. وبالنسبه للموعد ديال التسليم فاحنا يعني ملتزمين بالمواعيد ديالنا اللي كاينه في لي كونطرا بالرغم من الظروف الحاليه اللي كاينه. بالنسبه للشطر الاول فهو كامل وسلمناه، وحنا دابا في صدد غنسلموا الشطر الثاني اللي غادي يكون ان شاء الله بدايه الاجراءات ديال التسليم غتكون ما بين شهر 12 وشهر 1 ان شاء الله الرحمن الرحيم.